أهلا بكم مشاهدينا الكرام وحلقة جديدة من برنامج حديث العلم. جسم الإنسان عرضة للإصابة بالعديد من الأمراض الميكروبية، ولكن بيختلف رد فعل هذا الجسم عن جسم آخر، ده نتيجة مناعة كل جسم. أزمة وباء فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 أظهرت التدهور الشديد في مناعة الشعوب على مستوى العالم. الوضع العالمي والإحصائيات الخاصة بأعداد الوفيات أثبتت قوة واضحة وتأثير شرس لهذا الفيروس على جسم الإنسان، أدى لحدوث العديد من الوفيات ممن هم دون عمر شباب. طبيبة شابة قامت بابتكار مكمل غذائي طبيعي مصنع من ألواح وثمار التين الشوكي، بيعمل بشكل أساسي في رفع قدرات الجهاز المناعي لدى الإنسان. خلينا نتعرف على هذا الابتكار مع الدكتورة عائشة جلال، أخصائي طب الأطفال بمستشفى الدمرداش وصاحبة الابتكار. أهلا بيك يا دكتورة عائشة. أهلا بيك. خلينا في البداية نتحدث عن إزاي جت فكرة هذا الابتكار، وهو مكمل غذائي طبيعي مصنع من ألواح وثمار التين الشوكي. بداية التين الشوكي اللي هي ألواح بتاعته من زمان، وهي أيام القدماء وبالذات في أمريكا اللاتينية بتستخدم كغذاء، يعني هي دي مش أول مرة يطرح في صورة غذاء. أيوه. تمام. الفكرة كلها في إن احنا كنا بنبحث في النباتات بوجه عام عن أكثر النباتات الطبيعية التي لا تتعرض للمبيدات، أو مش في حاجة أصلاً المبيدات أو تدخل إنساني أصلاً في زراعتها. أيوة. موجودة بصورة كبيرة جداً، التكاثر بتاعها سريع جداً، بتبقى موجودة على الحدود في الصحراء، زراعتها أورجانيك 100%، مش بتحتاج أي تدخل ومش بتستهلك مية، لأن هي حتى المياه الجوفية مهما كانت درجة ملوحتها هي بتقدر تعتمد عليها وتنمو وبصوره مناسبه جدا، بصوره مناسبه ليها يعني. أيوة. ولما دورت في كذا نوع في التين الشوكي اللي موجود في مصر، الانواع المتاحه في مصر يعني، اكتشفت اكتر نوعين نقدر نرفع بيهم القيمه الغذائيه اللي هتؤثر بعد كده طبعا في الجهاز المناعي. بس طيب قيمة، قبل ما ندخل بقى على هذا الابتكار وخطوات تنفيذه، ناخد فكرة مبسطة عن قيمة نبات التين الشوكي بشكل عام. النبات التين الشوكي كألواح، كثمار، كبذور، حتى القشرة بتاعته فيها بروتينات في صورة أحماض أمينية سهلة الهضم. أيوة. في السكريات اللي فيها قليلة، ومن الانواع اللي هي المتعدده اللي هي السكر البطيء اللي داخل في تكوين الخلايا، الزيوت اللي فيها نسبتها قليله جدا، الدهون اللي فيها واللي هي تعتبر الاساسيه اللي هي اسينشال فاتي اسيدز. أيوة. مش اللي بتتكون على جدار الاوعيه الدمويه الخطيره، لا، هي الفاتي اسيدز الاحماض الدهنيه اللي بتدخل في تكوين الخلايا المخيه. غير طبعا الاملاح المعدنيه المختلفه، وفيها نسبه من مضادات الاكسده النادره في الطبيعه موجوده في نباتات التين الشوكي، وفي عدد كبير منها يعني. ايوه. طيب بالنسبه لهذا الاختراع او هذا الابتكار، وهو المكمل الغذائي المصنوع من الواح وثمار التين الشوكي، علشان من خلاله يتم رفع قدرات الجهاز المناعي لدى الانسان، بدات امتى خطوات تنفيذه؟ من حوالي اكتر من سنتين. من اكتر من سنتين لما ابتدينا يعني ندرس النبات ونتعرف عليه اكتر. واشتغلنا فيه على حالات كثيره. بدايه طبعا بتبداي بال زي ما بتقولي كده، بتجربي على نفسك الاول طبعا. وحالات تانية امراض الارهاق المزمن. يعني ابتدينا زي ما بتقولي كده بالاصحاء الاول. ايوه. الارهاق المزمن، الهارد وركرز اللي هم اللي بيشتغلوا اللي شغلهم تقيل او قوي، مجهود بدني يعني محتاج مجهود بدني. في الامراض الحساسيه، بعض مرضى الحساسيه، في حالات اشتغلنا عليها عندهم الاورام.
الخاضعين لعلاج كيماوي او اشعاعي. بس فبقالنا اكتر من سنتين شغالين عليه وتمام، كل نتائجه بنسبه اكتر من 98% كويسه جدا. ايه الحاجه اللي بتميزه؟ اول حاجه بدون مواد حافظه تماما، نكهه حتى مش محتاج نكهه لان هو داخل فيه الثمار فطعمه مقبول. ايوه. هو سعره في بالنسبه للمكملات الغذائيه الاخرى اللي ذات القيمه العاليه سعره لا يقارن بيها. النبات التينشوكي متاح جدا يعني. ايوه. ممكن اضافته على اي نوع من الغذاء ملوش شرط معين. ولو اخده المريض على يعني افضل امتصاص للفيتامينات بيبقى الصبح بدري على بطن فاضيه. فلو المريض اخده ما يوجعلوش بطنه زي الفيتامينات، على عكس الفيتامينات المصنعه يعني. أيوة. بالعكس هو في مواد بتحمي الجهاز الهضمي اصلا. النباتات عموما لما تحاولي تاخدي منها العناصر المفيده زي الحديد او الفيتامينات او كده فيها زي ما تقولي كده جهاز متكامل. النبات اي ورقه نبات فيها جهاز متكامل كل عنصر جواه بيساعد امتصاص وهضم العنصر اخوه. ايوه. فيعني تلاقي الحديد اسهل في السبانخ عشان فيها فيتامين سي يعني كده اهو. طيب بالنسبه لهذا الاختراع هو حاليا قيد التسجيل في مكتب براءات الاختراع المصري صح؟ تمام. طيب عايزين نتكلم عن اهميه المكملات الغذائيه عموما وليس هذا الاختراع فقط. تمام. المكملات الغذائيه عموما في معظم الاعمار بيركزوا اكتر على الفيتامينات. علشان الفيتامينات بتبقى موجوده في الفاكهه اكتر في او ده المتعارف عليه انها موجوده اكتر في الفاكهه وفي اللحوم الحمراء فيتامينات محدده. علشان كده لغلو سعرها فقد تلاقي ان في نقص منها منتشر. لكن الحقيقه ان في الخضار الاخضر برضو في الفيتامينات بتاعته. المكملات الغذائيه بتعوض لامراض كتيره. ان نقص فيتامينات او نقص املاح معادن بتعمل امراض او بتخلي الامراض المزمنه تبقى اكثر صعوبه في علاجها، زي فيتامين دي لما اكتشفوا ليه علاقه بمرضى الربو. حساسيات الصدريه معظمهم عندهم او اكثر من 40% عندهم نقص فيتامين دي، مع العلاج اتحسنت. في الانيميا المزمنه بتحتاج فيتامين بي فوليك اسيد، بتحتاج مع الحديد طبعا. ايوه. فعشان كده المكملات الغذائيه غير انها بتبني الجسم بتحتاج بتساعد قصدي في علاج الامراض المزمنه وبتساعد، وهي ساعات بتبقى في حد ذاتها نقص فيتامين فلاني بيعمل مرض فلاني. طيب هل هذا الابتكار اللي حضرتك ابتكرتيه هيتم طرحه في شكل شراب ولا في شكل اقراص؟ لا لحضرتك في شكل شراب. وحتى دي الصوره اللي مقدمين عليها يعني. طيب المميزات الغذائيه والعناصر اللي بيحتوي عليها هذا الابتكار؟ زي ما قلت لحضرتك الامينو اسيدز او الاحماض الامينيه، السكريات اللي هي البولي ساكرايدز بطيئه الهضم، الاحماض الدهنيه الاساسيه. ايوه. بس بنسبه قليله جدا حوالي اقل من 1%. وفيتامينات فيتامين اي تحديدا، فيتامين بي 6، فيتامين سي بصوره قليله لان فيتامين سي سريع التكسير يعني مش بيثبت كتير، لكن المنتج عشان يعني كل ما اصبح فريش اكتر كل ما بقى فيه فيتامين سي اكتر. وفي طبعا مضادات الاكسده ومضادات الالتهاب الطبيعيه. أيوة. اللي في النبات فلافونويدز، لو تسمعناها الفلافونويدز من اقوى مضادات الاكسده، دي موجوده وبكثره يعني في المكمل الغذائي ده والحمد لله. حضرتك ذكرتي ان هو بعض الامراض اللي ممكن يتم تناول هذا المكمل الغذائي لعلاجها، هل في امراض تانية غير اللي حضرتك ذكرتيها؟ في التهابات الجهاز الهضمي عموما. ايوه. التهابات المعده جربناها برضو في التهابات المعده. غير الامراض احنا ممكن تقولي بقى حاجه تانية للاصحاء. للاطفال بتساعد في النمو وبتقلل عدد ادوار البرد وبتقلل شدتها. في الناس اللي بتعمل بادي بيلدينج اللي هم بتوع العضلات والجيم والحاجات دي، يعني
معروف التين الشوكي ان هو بيستخدم في الحاجات في الجيم والحاجات دي، بيقلل اجهاد العضلات بعد التمرين. ايوه وبيساعد في بنائها. بس هو مش موجه لمرض معين، يعني مش يعني مثلا مش حديد ضد الانيميا، لا أيوة. مش موجه لمرض لكن معين. بيساهم زي ما حضرتك ذكرتي ان هو بيساهم في تحسين القوه العضليه، وايضا بالنسبه لمرضى العظام ممكن يكون مكمل مهم جدا اه ليهم. طبعا طبعا، لان العظام في محتاجه الكالسيوم ومحتاجه الفيتامينز المتنوعه، مش بس فيتامين دي، غير طبعا الاحماض الامينيه اللي هي بتبني اللي زي ما تقولي هي الطوب اللي بيبني جسم الانسان من عضلاته ومن عظم. لكن هل المكمل الغذائي دوت ليه تأثير على القوة الذهنية عند الإنسان؟ اه طبعا، الاحماض الامينيه الاساسيه اللي قلت لحضرتك عليها بتساهم في تكوين خلايا المخ وتغليفها، فتساعد اكتر في النشاط الذهني، غير طبعا الفيتامينز والاملاح المعدنيه والفلافونويدز والمضادات الاكسده برضو بتحسن وظائف المخ برضو. طيب بالنسبة للأطفال إزاي نقدر نديه للأطفال ومن عمر إيه؟ من اول عمر سنه عموما، يعني لو هتدخلي اي اعشاب او منتجات للاطفال تبقى بعد عمر سنه. وبيتاخد ازاي؟ ممكن في صورته من زي كشراب. العادي، او ممكن يتضاف على الزبادي او على العصاير، يتقلب في معلقتين مهلبيه، يعني في اي حاجه الطفل بيحبها ممكن نضيف له عليها معلقتين. طيب بالنسبة لمساهمته في الحالات الحرجة والأمراض المزمنة، عايزة حضرتك تشرحه لي بس بشكل مفصل. بصي حضرتك، احنا لما جربناه على الحالات اللي هي بتاخد حالات الاورام اللي بتاخد علاج كيماوي او اشعاعي، هي كانت حالات قويه يعني، بس يعني قاعد في بيته بيروح ياخد جلساته ويروح البيت. ايوه تمام. بيساعد الجهاز الهضمي ان هو يعالج نفسه من تاثير الكيماويات او جلسات الاشعاع يعني، فاصبحت نوبات القيء وانسداد الشهيه اقل. الامراض المزمنه عموما بتستهلك من جسم الانسان، فبتعمل انيميا، بتعمل اجهاد، بتعمل حتى النفس نفسيا بيبقى فيه اكتئاب للامراض المزمنه. فالمفروض ان الفيتامينز اللي موجوده متاحه عندنا والامينو اسيدز والحاجات دي بتحسن المود وبتفتح الشهيه وبتحسن الجهاز الهضمي. اي مرض مزمن بياخد علاج بيتاثر بيه الجهاز الهضمي. ايوه بس بلس ان هو ما بيعملش زي ما بتقولي الامينو اسيد ما بتعملش لود على ما بتعملش حمل على جسم الانسان في التخلص من الزياده منها وكده. طيب احنا دايما كنا نسمع ان المكملات الغذائيه بتزيد في الوزن، هل ده فعلا صحيح؟ هو احنا زمان اساتذتنا قالوا لنا ان الفاتح الشهيه في الفيتامين ان هو بيصلح الجهاز الهضمي، فبيخلي اللي نفسه مسدوده قادر ياكل وخلاص يقدر ياكل طبيعي، فممكن يكون ده السبب الاوضح في زياده الوزن، ان هو كان اصلا مش وزنه صحي. انما المكملات الغذائيه العاديه، مش بتكلم على الامينو اسيد بتاعت الجيم والحاجات دي العاديه، ايوه بتساهم في زيادة الوزن لو بالصورة الطبيعية اللي كان المفروض المريض يكون عليها. غير كده لو بتبني العضلات، لو ساعدت في ان كان فيها هزال فالعضلات اتحسنت وبقت يعني بقت مظبوطة يعني صحية. أي. أي. لكن انا لا اظن انها بتزيد في الوزن طالما طبيعية. طيب حضرتك ادينا فكرة عن براءة الاختراع، خطواته ايه بقى؟ تقديم يعني؟ لا يعني هل قربتوا تاخدوا براءة الاختراع على هذا المكمل الغذائي ولا لسه قدامه وقت؟ احنا قدمنا السنة اللي فاتت 2019، فيعني في أشهر قليلة إن شاء الله هناخد الرد على الموضوع. قدمنا الأوراق والأبحاث والعينات والحاجات دي كلها، وربنا يسهل يعني
2019 يعني قريب ان شاء الله. ان شاء الله. طيب خلينا نرجع نتكلم عن الجهاز المناعي، ازاي نقدر نحافظ على مناعه الانسان والشخص نفسه يقدر يقوي جهاز المناعي؟ ايه، هل عن طريق الرياضه ولا عن طريق الاكل ولا ايه بالظبط؟ جهاز المناعي طبعا كذا كذا يعني كذا خطوه. اول حاجه مواعيد النوم والصحيان، النوم المبكر والصحيان المبكر، وعدد ساعات النوم الكافيه من 6 ل 8 ساعات. تاني حاجه شرب الماء الكافي علشان خلايا الجسم تتجدد بسهوله. ايوه. والكلى تشتغل بنظام وتنظف السموم. تالت حاجه التغذيه الصحيه، يعني احنا عندنا في العيادات دايما بنقول للامهات اقل من 10 سنين ما ياكلش غير من جوه المطبخ. اي حاجه ما اتعملتش في المطبخ ما تاكلهاش للطفل. ايوه. فالاكل الصحي السليم ومواعيد الوجبات المنتظمه، لازم يبقى فيه خضار وفاكهه ولو ثمره، من ثمره خضار ثمره فاكهه يوميا. على الاقل 5 ايام في الاسبوع، مش لازم يوميا. ايوه. الاكل المتوازن، البروتينات نجمع ما بين النباتي والحيواني، لازم. الرياضه اللي هي ارخص رياضه في الدنيا التمشيه. واللي جرب يتمشى اللي هو المشيه العسكريه او المشيه الرياضيه بيحبها جدا، وهو نفسه بيدرك فوائدها وبيحس بفرق جدا قبل أيوة. المشي من بعد المشي. على الاقل نص ساعه 4 ايام في الاسبوع. واخيرا التوتر، توتر طبعا. بس التوتر دوت في ظل الظروف اللي احنا عايشين فيها دلوقتي وانتشار فيروس كورونا، الناس كلها عندها توتر، فده طبعا حضرتك قلت ان هو بيأثر على مناعه الانسان. طبعا طبعا جدا. التوتر بيفرز كيماويات في جسم الانسان بتخليه ضعيف، كانه في حاله حرب دايما. فالجسم بعد حاله الحرب يخلص الحرب بتاعته بيبقى همدان. فالحريق لو متخيله واحد 24 ساعه متوتر 24 ساعه في حاله حرب، هيجي فتره الهمدان دي هيبقى عرضه للميكروبات. فلازم ان الانسان يجرب الممارسات المختلفه، وهو اللي يدرب عقله زي ما بيدرب عضلاته يدرب عقله. واحدة واحدة، ان هو يهدى وان هو يعمل العقل والمنطق، وبعد كده يسيب الباقي على ربنا يعني. بس طيب دكتورة عائشة، لو كلمنا عن مناعة القطيع اللي لم تسهم في منع انتشار فيروس كورونا، عايزين ندي تعريف ليها. مناعة القطيع، مناعة القطيع هي ان اي وباء او اي ميكروب يخش جديد او مستجد يعني يخش على بلد او اي منطقه يصيب حوالي 80% او من 70 ل 80%، انا مش متذكره بالظبط، من سكان هذه المنطقه بدون اعراض قويه. أيوة. او حتى بدون اعراض اصلا. فيوقف انتشار الفيروس ده، بحيث يعني زي ما تقولي كده بقى هم خط دفاع، اللي هم الناس الاصحاء اللي جالهم الميكروب بدون اعراض، دول بيبقوا زي خط دفاع لبقيه الشعب. خلاص الفيروس بيقف انتشاره وبيضعف انتشاره بعد كده، مش فبيكونوا حائط صد ضد هذا الفيروس. يعني ده بالتشبيه العام. بس ليه ما حصلش في فيروس كورونا لحد دلوقتي؟ مفيش بحث قدر يقول 100% السبب هو كذا. للاسف يعني احنا بنقرا في كذا موقع حتى مع ومتابعين مع اساتذتنا يعني في الجامعه وكده، ما قدرناش نلاقي سبب محدد، لان حتى قوه الفيروس مش قاتل، مش الفيروس القاتل اللي هو كل واحد هيجي له الفيروس ده هيموت بيه، زي فيروس السعار مثلا. اي حد هيجي له فيروس السعار هيخش على المخ وهيموت. ايوه. الفيروسات الاخرى التهاب المخ والحاجات دي لا، الكورونا اضعف منه. فلسه حضرتي بصراحه انا شخصيا ما قدرتش اوصل للنظريه المثاليه لعدم تكون مناعه القطيع. طيب نبعد شويه عن المناعه والجهاز المناعي ونتكلم عن الجوائز اللي حضرتك حصلتي عليها خلال الفتره الماضيه. هو في معرض جنيف السنه اللي فاتت برضو السنه اللي فاتت في ابريل تقريبا حصلنا على المركز الثاني، الميداليه الفضيه. ايوه. معرض جنيف للابتكار، المكمل الغذائي والمنتجات، منتجات الصبار الاخرى يعني. ايوه. وكان بعدها معرض الكويت، خدنا برضو الميداليه الفضيه المركز الثاني
بالمكمل الغذائي والنبات والمنتجات الاخرى للصبار. قدمنا على معرض الابتكار في رومانيا، يورو انفنت، قدمنا عليه، كان اونلاين من شهر تقريبا او ايام قليله يعني. ايوه. واخدنا فيه الميداليه البرونزيه. بس في انتظار براءه الاختراس ان شاء الله. احنا بنتمنى لحضرتك التوفيق دكتوره عائشه جلال، وتقدري تقدمي لنا كل ما هو جديد في الفتره اللي جايه ان شاء الله. هو احنا بس يعني احنا بنناشد، طبعا بنناشد ان احنا نبتدي نوسع استخدام او تجارب حتى عليه في الحالات الاكثر الحرجه اكتر، زي حالات الرعايه، لان احنا كلنا عارفين ان مرضى الاي سي يو مش تغذيتهم شيء صعب شويه. فهو ده سهل تداوله وما بيعملش، يعني على عكس التغذيات الوريديه الاخرى. هو ملوش الاعراض الجانبيه بتاعتها. فلو نقدر نوسع التجارب عليه في الحالات اللي زي دي، احنا مش طبعا هو طبعا هينفع ان احنا يتعمل عليه تجارب على مرضى الاي سي يو قبل براءه الاختراع ولا بعد براءه الاختراع؟ ممكن الاثنين يمشوا مع بعض طبعا. على اي حال احنا بنتمنى ان ده يحصل، وان اكبر عدد من المرضى ومن الاصحاء ايضا ان هم يستفيدوا بهذا المكمل الغذائي المنتج والمصنع من الواح وثمار التين الشوكي. دكتوره عائشه جلال، اخصائي طب الاطفال بمستشفى دمرداش وصاحبه هذا الاختراع، حضرتك شرفتينا على شاشه قناه النيل الاخبار. شرف لي. ميرسي. مشاهدينا الكرام، انتهت هذه الحلقة من برنامج حديث العلم. الأسبوع القادم حلقة جديدة، إلى اللقاء.